يا أستاذ مش لعبان. طب خلاص خلاص انت استسلينا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. خلاص انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية استاذ النماذج، تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال. هناك تعالي لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال. كويس. ده هتعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قاطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجة ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. ارحموا عزيز قوم زل. واقف على النص يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق، هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصب. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك. قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه، يعني شحات بيشحت من شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. اخرس خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو واغنيها حلو قوي. نعم جايب تغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خلاص مش عايز اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضاره واقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوه، طار ما طارش، الجنيه هيوصل حالا. الهي ربنا يكرمكم. الهي يا سيدي الجنيه اهو، وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك. بلاش لماضه، مفيش اسماء العمل. بوس
الله يا رب ربنا يكرمكم. الله يا رب ما اجيب حاجه، مش شايفاني عاجز، ما اجيب حاجه لله. الله يا ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا ها؟ فهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفتوا ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي! ده انتوا ولاد جنية. احنا اللي ولاد جنية. عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني، ده نجاح باهر للشخصية، ده سكسيه، البركة في النضارة. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها تيه؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف، تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. بوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك. احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه، عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصيه وخلافه. نهايه الاول انت هنا عبد المامور. تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك ده بس؟ لا اتعشى. عشو؟ بقولك ايه، على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر. احنا ناس حقانية، منحبش تاكل حق حد ابدا. حقانية؟ خدهم قد كده على قلبك، كبدأ المية لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. طب يا استاذ، يا استاذ. ايه؟ ايه دي؟ ايه الورقة اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقة دي واديني مصري. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنة بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبة، انت بتشوف زي، انت مش أعمى؟ انا أعمى في كل حاجة إلا الفلوس. خد الورقة دي واديني بالمصر، أنا قابل منك أي حاجة، إن شاء الله أشيل الحد. هدي، هدي كويس. شفت. وأنت من أهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك، وتخش الجنة أنت ومامتك. ده كده حلاوة قوي. نخلع بقى. زي كل مرة ولا هتغير النهاردة يا بيه؟ ايوه زي كل مرة يا متر. الا قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفة مقطعة بعضها قوي. الحساب من فضلك. 3 4 5
6 جنيه و20 قرش. كم؟ بقول لحضرتك 6 جنيه و20 قرش. الاكل اللي انا اكلته ده ب6 جنيه و20 قرش. ليه؟ قاعده في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حته لحمه قد كده مشويه وشويه سلطه ب6 جنيه. من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك ايه بس؟ قولوا لي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي، خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ست بيردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك منين؟ الأمارة ونزهة صحيح. لا 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 لا، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا يعني هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله جرايات التهاني، مش في بقشيش برضه؟ انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه اللات دلوقتي؟ ما قلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهدي الزباين ولا بلاش. تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه؟ عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس؟ يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقلك من نقل الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي، انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ قال ده انت بتعرفي تضحك اهو. المهم ابقى اجيلك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علولي يعني؟ مثلا. أنا ساكن في رصيف نمرة 5. نعم. مصممة؟ جدا. أنا هتغدى هنا بكرة. لا يا عم أنا ما أجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هيأكلوكي بالعافية. خلاص، يبقى ميعادنا هنا بكرة. طيب. بعيدة بقى. وأنت من أهل؟ مسكويت ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت نادلين ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشتاء. شوية معننا. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ ناموس. مال؟ متكيف منك قوي، كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحنية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. يومياتك النهارده وصلت 13-14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال تقع يا راجل، على راي المثل. كان في جره وطلع لبره، هات. هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه؟ هات. اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه؟ قلنا صارمه. انا اسمي صارمه. يا سيدي ما فرقش كتير، وريني. والله ما تفرق كتير، حتى الجزمه احسن.